وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أهلا بك سعادتك في نشرة الثالثة، ولنتحدث عن الجولات التي قمتم بها، الجولات الميدانية في مختلف محافظات المملكة. تحدثنا عن أهمية هذه الزيارات والهدف منها. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير، وأحيي الأخوة المشاهدين. وكما ذكرتم في تقريركم، تأتي هذه الزيارات الميدانية بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتأكيد وتجسيد التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولإطلاع المواطنين الكرام من خلال هذه الزيارات الميدانية والالتقاء مع ممثلي الأخوة المواطنين من الأخوة النواب والمجالس البلدية على خطط الوزارة في المجالات الخدمية في المجال البلدي، من إنشاء الحدائق والمنتزهات والمماشي والأسواق، وأيضا في مجال البيئة البنية التحتية من مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي وغيرها. فخلال هذه الزيارات نحن نطلع الأخوة على هذه المشاريع، على المواقع. فعلى سبيل المثال، هناك مشاريع تسهم في انسيابية الحركة المرورية وتقليل الازدحام المروري، مثل على سبيل المثال وليس الحصر، مشروع إضافة مسارين للدوران العكسي على شارع الملك فيصل على تقاطع مع شارع الفاتح بالقرب من مجمع الأفنيون. هناك مشروع لتطوير تقاطع شارع الحد مع شارع 46 في الحد وعراد. هناك مشروع لتطوير شارع 77 في سند، الذي وهو شارع تجاري، وهناك حاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية خاصة بوجود المحلات التجارية في هذه في هذا الموقع. هناك أيضا مشاريع في مجال صيانة الطرق وتطويرها وإعادة تأهيلها، وأذكر على سبيل المثال أيضا وليس الحصر، مشروع تطوير طرق مجمع 207 في محافظة المحرق. نعم. أيضا في مجال الصرف الصحي، هناك عدد من مشاريع توصيل شبكات الصرف الصحي في مختلف المحافظات، وأيضا أذكر على سبيل المثال أيضا شبكات توصيل الصرف الصحي في مجمع على سبيل المثال في 575 في منطقة الجنبية. نعم. التي تشهد حركة عمرانية كبيرة ما شاء الله، وأيضا مجمع 935 في منطقة البحير، وهناك أيضا في قرية الدير مجمع 235. في المجال البلدي أيضا تتواصل المشاريع في المجال البلدي بالتعاون والتنسيق مع الأخوة في المجالس البلدية في إنشاء عدد من الحدائق والمماشي، مثل على سبيل المثال أيضا تطوير عين الحنينية في الرفاع، حديقة بن فارس أيضا في الرفاع، حديقة ريا أو عين ريا في السماهيج. أيضا تطوير عدد من المماشي وإنشاء عدد من هالمماشي في مدينة حمد على سبيل المثال، وأيضا آخر في مدينة زايد، وأيضا بالتعاون مع مبادرة وزارة شؤون الشباب. نعم. والرياضة، ومبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه في إنشاء الملاعب في مختلف المناطق، وهناك عدد من هذه المشاريع اللي تم إنشائها
وأذكر على سبيل المثال عدد من هذه الملاعب في محافظة العاصمة وأيضا في الرفاع والمناطق الأخرى. نعم سعادتك سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.